يسعد صباحكم مشاهدينا، وهلا وسهلا فيكم وحلقة متجددة من صباح العربية نبدأها بالعناوين. أزمة صحية حقيقية قد تضر بالملايين، رقبة التقنية أحد الأعراض الجانبية فقط للإفراط في استخدام الشاشات. ممكن أمه هي اللي تكون سبب في الطلاق، فبص تلاقي أم الزوج، أم الزوجة. نقيب المأذونين يثير الجدل في مصر ويؤكد أرفض زواج المتعلمات من غير المتعلمين، ونحن نناقش الفكرة في مع وضد. ولدينا أيضا في صباح العربية الكونسيلر من الماضي، قصة اليوم الغريبة، تحول كبير في اتجاهات التجميل على تيك توك، الجيل زد يبحث عن المظهر الطبيعي ويتقبل الهالات السوداء. النساء يعشن أكثر من الرجال، نبحث عن السبب بين المعتقدات الشعبية والحقائق العلمية. ومعنا اليوم ملف جميل عن الحنين إلى الماضي ونقاش حول مسلسل عمر أفندي، وفي زوايا المراسلين زينب المشاط تحكي لنا عن قصة استبدال طفل بطفلة في مستشفى بالعراق، ومن تونس قصة توقيف ضحى العربي مع أحلام العبدلي. الزمن الرقمي ربما نحتاج لحلقات وحلقات لنتحدث عن مشاكله، لكن قصتنا اليوم عن رقبة التقنية، وهو مصطلح جديد لوصف الآلام أو الانحناءات في الرقبة التي يسببها الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية. هذا الإحساس بعدم الراحة ليس مجرد انزعاج عابر، بل هو نتيجة لإجهاد مستمر على عضلات الرقبة، لكن الأمر لا يقتصر على الألم فقط، فهذا يمكن أن يسبب مشكلات دائمة في العمود الفقري والمفاصل وتراجع الكتفين إلى الأمام. أكثر من 6 ملايين مشاهدة على إنستغرام حققها الفيديو الذي نشره الدكتور دانيال بومبا ينصح فيه بالابتعاد عن الشاشات. نتابع. Parents, save your kids from this new health epidemic. It's literally being referenced as tech neck. Kids sitting at computers all day like this. Oh, it does affect adults too. But kids are more vulnerable because they're growing literally neurologically into this position. And then they're on their phones all day like this. You've seen them. I'm going to show you some things to avoid this. Tech neck is more serious than you think. Yes, it's causing premature degeneration and osteoarthritis in their cervical spines. It literally causes pressure into the spinal cord itself, and that affects health in many ways. Okay, what can we do about it? I warned about not putting laptops on your lap because of the radiation, and of course it causes more tech neck. Put it at eye level. I think even that's a little low. We want it about eye level, but a simple box, some books or something to prop up the computer makes all the difference in the world. طيب خلونا نتعرف على المزيد عن الرقبة التقنية مع الزميلة ريان الظاهر. يسعد صباحك ريان. يسعد صباحك بالخير يا ريم. تقضي وقتا طويلا أمام الشاشات، احذر، قد يصيبك هذا بالرقبة التقنية. نتعرف عليها وعلى آلامها. بداية، إطالة عضلات الرقبة وتقصير عضلات الصدر، تلك الوضعية المنحنية وأنت تنظر إلى هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر، يسبب ما يسمى بالرقبة التقنية أو رقبة التقنية، إجهاد في العضلات الرقبة وآلام في الكتف والعمود الفقري وفق ما ذكرت مجلة هيلث.
ليس هذا فحسب، رقبة تقنية قد تفقد الانحناء الطبيعي للرقبة فيستقيم المنحنى أو ينعكس انحناؤه باتجاه الجزء الأمامي من الجسم على شكل الحرف C، ويعتبر مبرمجو الكمبيوتر أكثر عرضة لهذا النوع من الإجهاد. ولا ننسى الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً أمام الشاشات، كما وجد استطلاع أجري في العام 2019 أن طلاب الجامعات الذين أمضوا وقتاً طويلاً على هواتفهم عانوا أكثر من آلام شديدة في الرقبة، وفق ما نشر موقع جورنالز. مع ريم نفتح الملف. بالفعل ريان، شكراً لك على هذه المعلومات. الآن سننتقل إلى جانب من القصة. السعودي سعد الدوسري انتشرت مقاطعه بشكل كبير على مواقع التواصل وحصدت على مشاهدات مليونية، يقوم خلالها بطق الأبهر لعدد من الأشخاص الذين يقابلهم في سفره، لدرجة أنه أصبح تريند في أمريكا. أبو محمد بدأ عالج الرجال، يقول له عندك أبهر. علي وجعك. He says, do you have a bane here? طق الأبهر. هذا المدرب اللي في النادي شاف الفيديو حق محمد جاء. هذا لازم يبقى. هذا لبطة. هذا عادي صراحة ولا ما بصراحة. المدرب هذا عمره 70 سنة. محمد شوف الثانية، مسك الثانية عشان اللي طيب خلونا نرحب في الاستديو بالمعالج الشعبي سعد محمد من محاول الدوسري. يسعد صباحك ابو محمد، هلا وسهلا بك. الله يسلمك، يسعد صباحكم وكل خير على المشاهدين كلهم، واصبح على امي بعد. امي ذا الحين جالستن عندي تشوفني والحبايب كلهم. كلهم تبارك لك يا امين ان شاء الله. زميلنا يعني ما شاء الله هذه المقاطع اللي نشرت لك في نيويورك وحكايه الطق، انت يعني موضوع طق الابهر وطق الظهر، كيف دخلت هذه المهنة؟ كيف صرت محترف فيها؟ والله هذه سبحان الله ترى من 30 سنة ما شاء الله، لكن الحين تخابر الوقت هذا من يوم جت الأنظمة والتعليمات حسب لوزارة الصحة والطب البديل توقفنا عن العلاج إلين يعطونا تصريح أو يعطونا بالممارسة. يعني أنت تورثتها من الأهل من الأجداد؟ تورثناها طال عمرك. وقصة الأمريكي هذا كنا ماشيين على على البحر في مانهاتن. في مانهاتن المهم انا اللي بعرف انجليز اللي اعرفه زميلي اسمه واحد اسمه طارق. مرينا وقلنا سلمنا شافنا حتى يعرف، قال انتم عرب؟ قال نعم. قال يا اخوي انا عندي الم في الظهر وانتم يا العرب مختصين فيه يعني عارفين بالطب العربي. اي نعم صح. قلت تعال الخبره موجوده. اي يوم شوف من اصلا من شفته من عينه وقرطبه له والله يوم خذ انتشار حول 7 مليون 8 مليون. احنا سمعنا الطقة وشفناه. جوني في الفندق وقعد 16 يوم في امريكا والله انا كل يوم 7 8 لهم. طقطق. انت ذكرت نقطة مهمة، انت قلت انا اعرف الواحد اذا كان بيعاني من الابهر من نظرة عين. انت الان والله العظيم انها على يد سليمين. اي والله والله العظيم في عدد. اي والله كلامك صح، بس كيف وصلت لدي مرحلة الاحتراف انك تعرف تشخص فقط من نظرة الشخص من وجهه؟ يعني ترى الممارسة. الممارسة خبرة. الخبرة. حتى عندنا ريم بالاستوديو قبل شوي قبل ما نفوت على الهواء لاحظتك ما شاء الله من نظرة. ما شاء الله ربعكم الشخص من اول لمسة يعرف انت عندك مشاكل. موظفينكم هنية كلهم حول 7 و8 خلصنا عليهم الصباح. خلص عليهم طريقة حلوة يعني زبطتهم. زبطناهم. طيب ابو محمد يعني خليني كمان ادخل معك واكون صريحة، المختصين والاخصائيين اللي في خلينا نقول اللي في العلاج الطبيعي وكذا يقولوا ما في شيء اسمه الابهر، كلمة الابهر هذه اخترعوها الناس، ما في شيء اسمه طق الابهر وهذا العلاج ما هو موجود وكذا، انت ايش رايك في هذا الكلام؟ والله شوفي تختلف ترى اللهجات تختلف الكلمات. لا موجود. موجود هذا. موجود. هو ليش طب ليش الناس بتشتكي من هذا الالم؟ من المكيف. من المكيف. ايوه. او نوم تنهي بزينه. سمعتي؟ هموم ممكن تكون هموم. اي ها؟ هموم تعب. لا 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 ما لها دخل. ما لها دخل هموم. أي. سمعتي؟ هذا غشاء داخلي. اي نعم. اما يلتوي ولا يجي بس.
هذا هو السبب. وهوين ترى هو بس ترتاح نفسيا، يجي له نغزات ترى من قدام يضيق صدرت على طول. بس كثير اشتكوا منه واجد كثير مرة. طب احكي لنا عن الكي الكوي، كيف هاي الطريقة بتعملوها؟ والله شوف انا متوقع مؤلمة شوي أنا لا الكي اسمع الله يكفينا شر المرض وان شاء الله يشفي جميع مرضى المسلمين وما شوف شر. بالنسبة للكي انا متوقف من 10 سنوات اصلا لين ان شاء الله يجينا تصريح. اي بس حق الاباء والاجداد اللي كانوا يعملوا. الكي بالنسبة للكوي في ناس الاكوي يقول والله يا كوي كابرد من الوجع. يا الله أوف. لكل منطقة نعم نعم لألم معين نعم الكحة مثل الكحة الآن الشديدة لها كوي مع اليمين من هنا ومن هنا. طيب خلينا الآن يعني أنت ما شاء الله محترف في طق الأبهر وشفنا قديش الناس ارتاحوا وصاروا يحضنوك ويسلموا عليك ويقول لك شكرا. ليث أنت بتعاني من هذا الألم اللي في الظهر زينا من زمان. من زمان أنا 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 الآن أشخصه الآن بس هو بنفسه ايه؟ فيه اثنين في في أب في واحد أبهر؟ يمين واحد يسار. يا ساتر. طب تطقله هو أرجف على سرطان لا فاء ثقة بأيدي آمنة مع أبو محمد. طب إيش رأيكم يلا يلا شو لازم أعمل بس وقف بس أوكي. أنت شوف بعض الناس على جسم ليث يوقف أوكي. لكن اللي بعضهم منتفخ شوي وسمين الوزن زايد لا ينبطح يكون في الأرض في الأرض يثبت أني رشيق أبو محمد. لا ما شاء الله رشيق ها ريح. طيب ليه مسكة معينة؟ لا بس ريح شفت أيوة ريح قفل. سمعتوا؟ ما شاء الله تبارك الله. ايش تحس؟ اولها خفت بس عن جد رائع يعني شعور رهيب هيك بتحسي فيه طق بتطقطق مثل ما بنقول ممتازه. اليوم يا ابو محمد من كثر ما بنستخدم الاجهزه حتى شكل رقبتنا تغير، صار الناس يمشوا زي كذا، صارت الناس راسهم منحنيين من قدامه كذا. نعم صح. قد ايش هذه الاجهزه بتخرب عندنا جسمنا وبتسبب لنا الام زياده عن الالام. الظهر بالحالها غير لكن أي. الابهر هذا في الكتف اي بين لوح الكتف وبين الظهر في الجنب. طيب. بس طب هاي يعني لازم الواحد يعملها باستمرار ابو محمد لا. ولا بس مره لا الحين ولا كيف بتصير؟ شوف هذه الان كنت تقعد معك 4 شهور 5 شهور يمكن تعود معك الا انت وضعيه نومك المكيف المكيف ترى هو المرض اي المكيف اكثر شيء هو اللي بيسبب هذا الالم. المكيف هو المشكله مش الضغوط مش انه التعب لا ما له دخل الضغوط ما له دخل الضغوط ما له دخل ما له دخل في الظهر ما له دخل. طيب ابو محمد كمان نبغى زميلنا سفيان من صوت برضه حابب انه انت تقل له الابهر. يبدو انه الجميع يشتكي من هذا الالم. ازهلي ابشري ابشري ايه مع انه سفيان رياضي ها بيلعب فوتبول كثير لا بس بس يقربون شو اسمه هذا ايه لا وش اسمه ذا المايك المايك ما هو لابسه هو اي لا عشان يظهر صوت انت عندك اي حيطلع صوت من عندك بس هذا رفيع علي شوي يلا ما شاء الله ريح 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 انت ريح يا اخوي ارتخ ارتخ ريلاكس يا اخوي شو شعورك سفيان انت ما عندك مايك بس اكيد شيء غريب صح لا غريب ترتاح. بس هذا لو انه تخين شوي يعني سمين كان لازم ينبطح ينبطح الحمد لله ما هو سمين ما لا مو سمين. شكرا لك سفيان يعني ابو محمد شكرا لوجودك معنا الله يطول في عمرك اليوم وصراحه انبسطنا اهم شيء انه الجميع حيستفيد اول شيء اشكركم على استضافتي وبيض الله وجيهكم ومن ذا المنبر صراحه لقيت من عندكم حبابة واستقبال وأشكركم والله أشكركم والله شكرا لك إحنا انبسطنا بوجودك علمنا منه كثير أشياء كمان أبو محمد صبحت بالخير يمه أمي هناك تحتريني للحين أكيد بتتابعنا لها كل التحية شكرا لك أبو محمد ليث شكرا لك التقيت بعد قليل إن شاء الله. الآن مشاهدينا الأخبار من هنا وهناك يشاركنا فيها زميلان ليث بزاري وولاء أبو سرايا ونرحب بزميلنا أسامة من أخبار الصباح. يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك يا ليث. ماذا تشعر الآن مرتاح؟ ظهرك مرتاح؟ مرتاح ظهري مبسوط؟ أول يلا. مرة هيك بحس براحة أعطينا الأخبار نفسية وجسدية. طيب حلو يلا الأخبار تبدأ من فينيس أو المنطقية إذ فازت النجمة الأسترالية الأمريكية نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة في الدورة 81 لمهرجان المنطقية السينمائي عن دورها في بيبي جيرل. لكن الممثلة البالغة 57 عاما غابت عن حفل اختتام المهرجان بعد تلقيها نبأ وفاة والدتها.
مخرجة الفيلم الهولندية هالينا رين قرأت رسالة باسم كيدمان على المسرح وقالت إنها في حالة صدمة ويجب أن تكون مع عائلتها في هذه الظروف كما تهدي الجائزة لعائلتها. خبر محزن. عن جد خبر محزن. فعلا. يعني فرحانين فيها بالجائزة ولكن حدث ما حدث. تحصل. الخبر الثاني يمكن عند ولاء. خبر الثاني بعد أكثر من 100 عام من الملياردير الأول اللي كان عام 1916 ممكن هلأ يتزوج أول تريليونير في العقد المقبل. يا ساتر. يا ترى مين هو؟ عقبال عنا. أكيد معروف. إيلون ماسك قد يصبح أول تريليونير في العالم. تقرير حديث صادر عن إنفورما كونكت أكاديمي يشير إلى أن في حالة استمرار نمو ثروة أغنى رجل في العالم بمعدل سنوي متوسط يبلغ 110%، فإنه سيكون تريليونيراً بحلول عام 2027. تحليلات الأكاديمية لنادي التريليونيرات يأتي فيها أيضاً رجل الأعمال الهندي غوتام أداني في المركز الثاني ويحقق التريليون عام 2028. أما مارك زوكربيرغ مؤسس ميتا فربما يحقق التريليون دولار عام 2030 حسب التقرير. بكتل ما قلت تريليونات تريليون تقد صعب والمبلغ صعب تريليون ألف مليار يعني. وطبعا احنا بنعرف انه ايلون ماسك هو اغنى رجل بالعالم اللي بتبلغ هلا ثروته 251 مليار دولار حسب بلومبرج. طبعا يعني احنا ما زلنا كلنا في فئه المديونير يعني انا الثاني هو الثاني تعب من التريليونير. ولكن هلا بنروح على الصين بلد المليونيريات في الصين المليار نسمه كمان ما ننسى. توفي احد الموظفين بالصين بعد عمله لمده 104 ايام متواصله دون راحه، اخذ خلالها يوم اجازه واحد، فيما حملت محكمه صينيه شركته جزءا من السبب. الصيني البالغ من العمر 30 عاما توفي عقب اصابته بعدوى فيروسيه بسبب ضعف جهازه المناعي، ليتم الحكم على الشركه التي يعمل بها بتعويض عائلي بلغ 56 ألف دولار. مبلغ قليل بتوقع العائلة، يعني خسر حياته قد ما يكون المبالغ لا تعوض الشخص. أحيانا الواحد دائما يعني التزامات الحياة الكثير تضطر الواحد انه في حالة عمل مستمر ينسى نفسه ينسى صحته عشان عائلته عشان يوفر هذا المال على حساب صحته. هو لظروف كمان نقص فرص الـ يعني كثرة العمالة في الصين، فبالتالي دائما كانت حتى الكثير من المنظمات الدولية تكلمت عن حقوق العمال في الصين وأنه حتى السلطات هناك لا تركز على هذه المسألة، لكن مؤخرا بدأت الصين بتتخذ الكثير من الإجراءات في هذه 104 أيام ويوم إجازة واحد كتير والله يعني الرقم. طيب نروح لخبر عم بيكشف عن سبب استقالة وزير الإيطالي جينارو. قدم وزير الثقافة الإيطالي جينارو سان جوليانو استقالته إثر الكشف عن علاقة غرامية مع مؤثرة على مواقع التواصل. وأوضح سان جوليانو في رسالة إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنه قرر الاستقالة بعد تفكير عميق، وأعلن أنه سيتقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدفاع عن شرفه وإثباته شفافيته. والأزمة بدأت عندما كشفت المؤثرة عن تفاصيل العلاقة بينهما في منشوراتها على إنستغرام، وقالت أنه منحها وظيفة مستشارة حكومية وهو ما نفاه الوزير، وصرح بأنه دفع شخصيا كل نفقات رحلاتها نافيا استخدام أموال الدولة. طبعا في مقابلة لإله، طبعا هو أول وزير بيقدم استقالته من حكومة ميلوني، وقال في مقابلة لإله وحتى هو كان حامل كشوفات إنه بيثبت إنه هو ما دفع لها ولا رحلة لإلها من أموال الدولة، كلها من جيبته الخاصة، وقال إنه هو بيعتذر جدا لزوجته بسبب اللي حصل. نعم. ومن يصدق المؤثرة أم السياسي؟ المؤثرة هي اللي بدأت هذه الحكاية، يعني إنها لما بدأت تقول هو عمل لي ووفر لها وظيفة، يمكن هذا اللي ما استفز الناس إنه كيف استغل سلطته ومنصبه لإعطاء هذه وظيفة. النقاط في أوروبا بتشكل مسألة خطيرة للغاية، يعني حتى في الكثير من الأزمات السياسية اللي لحقت وزراء في إيطاليا على سبيل المثال، يعني هذه لا وهو متزوج كمان، يعني أنا تفاجأت إنه متزوج، لو كان مش متزوج وفي علاقة عادي يعني نمشيها. بعد ما نتذكر تايتانيك الفيلم الشهير طبعاً. الذي
كلنا علم براسنا. نعم. غيب الموت المؤلف الغنائي الأمريكي ويل جينينغز عن عمر يناهز 80 عاماً، والذي شارك في كتابة أغاني الفيلم الشهير تايتانيك للمغنية سيلين ديون. وعلى الرغم من مسيرته العامرة أو الحافلة التي امتدت لخمسة عقود، كانت أغنية سيلين ديون الكلاسيكية My Heart Will Go On التي كتبها لفيلم تايتانيك لجيمس كاميرون، طبعاً المخرج جيمس كاميرون، التي حصدت جوائز أوسكارز وغولدن جلوب وغرامي في عام 1998، هي نجمه الساطع وسط مسيرته الفنية. خلينا نسمع شوي من سيلين ديون. الله، أنا حضرت تايتانيك لأول مرة أدخل سينما في حياتي، كان في مصر وحضرنا هذا الفيلم، يعني رائع. إلى الآن ما لا ينسى يعني. طبعاً وهذه الأغنية اللي إلى الآن تؤثر فينا صراحة. هذه الأفلام دائماً بتؤرقني تقلقني تقلقك كبرنا شايف كيف بالضبط والله معك حق يا إسامة صح؟ لأن حضرته أنا صغيرة وأنا طفلة هلأ فهمنا أنه تنظري هذه لا أصغر واحدة ولا تبعتيها من سنين من سنين كثير صح معك حق يا إسامة أنا حضرته كان عمري 2.5 سنين أنا سنة تفضلي بنروح لخبر عن لحية الأمير ويليام اللي أشعلت مواقع التواصل بشكل جديد. أطل وريث العرش البريطاني الأمير ويليام للمرة الأولى بلحيته الجديدة التي شغلت مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعلقين على الشؤون الملكية خلال زيارته معرضاً فنياً عن المشردين. وكان الأمير هاري قد روى في سيرته الذاتية المثيرة للجدل سبير أن شقيقه ويليام كان يشعر بالغيرة من لحيته الحمراء المميزة، إذ لم يكن مسموحاً للملك المستقبلي ترك الشعر ينمو على وجهه. طبعاً مسموح. طبعاً هي ديلي ميل ذكرت إنه كتير صارت في خلافات بين ويليام الأمير ويليام والأمير هاري، خاصة يوم عرسه كان مانعه إنه يظهر بالزي العسكري بلحيته لهاري. وعمل مشكلة كبيرة لإله ويليام وقتها وراح هاري أخذ إذن من جدته إنه يظهر باللحية، لأنه هو من العادات تبعونهم إنه ممنوع هو بالمعايير إكزاكلي إنه يطلع هو باللحية. حيات صعبة جدا عندهم، تخيلي قديش الغيرة. والملك يقرر وليس الأمير بالضبط. يعني عموما ويليام يبدو في عز وسامته في الأربعينات صحيح. صراحة صحيح. شكرا لكم على هذه الأخبار المميزة. الآن إلى زوايا المراسلين أعزائي المشاهدين وإلى العراق تحديدا والزميلة زينب المشاط. يسعد صباحك زينب. ماذا عن نفوق آلاف الحمام في بابل؟ لماذا وما هي التفاصيل؟ نعم صباح الخير ريم. وثق مجموعة من الصحفيين المهتمين في الشأن البيئي في محافظة بابل مقطعا فيديويا تظهر فيه موت آلاف الحمام. عفوا ريم، يعني أني الآن يعني محاطة من القوات الأمنية بالعراق وده يجبرونا أنه نرفع الكاميرا، فحقيقة حاولت أتواصل إياكم أكثر من مرة، حاليا ده يجبروني أنه أرفع الكاميرا فما راح أقدر أكمل اللايف. طيب أهم شيء يعني سلامتك وأهم شيء تتقيدي بالأنظمة، وشكرا على محاولتك للظهور معنا اليوم. جدل كبير أثارته تصريحات نقيب المأذونين في مصر في أحد البرامج التلفزيونية بعد تأكيد رفضه لزواج المتعلمات من غير المتعلمين. النقيب المصري إسلام عامر أشار لارتفاع أعداد حالات الطلاق في مصر لأسباب كثيرة، أهمها تدخل الحموات وأخوات الزوج والزوجة بالحياة الزوجية. المزيد مع زميلة ندى حجازي من مصر. الحموات وزواج المؤهلات من غير المتعلمين سبب من أسباب خراب البيوت، هكذا صرح نقيب المأذونين الشرعيين في مصر إسلام عامر. عدد نقيب المأذونين أسباب حالات الطلاق الأكثر شيوعاً،
بداية من سوء الاختيار بعدم التكافؤ التعليمي بين الزوجين، فرفض زواج الحاصل على بكالوريوس بغير المتعلم، ضاربا المثال بزواج الميكانيكي من زوجة حاصلة على مؤهل عال. واحد معاه بكالوريوس يتجوز واحدة مش متعلمة عادي، ويتجوز برضو واحدة متعلمة عادي، بس واحدة متعلمة تتجوز واحد مش معاه بكالوريوس دي لا. مش اهم حاجة التعليم، مش اهم حاجة الجامعة، علشان انا اقول اتجوز لازم تبقى دكتورة زيي، او لازم تبقى ممرضة زيي، او لازم تبقى فلاحة زيي، لا طبعا. هي بتبقى على حسب القبول والتفاهم في العلاقة مع بعض. في ناس متعلمة بيتجوزوا ناس مش متعلمين، وفي بنات متعلمة وبيتجوزوا ناس مش متعلمين ولا يفقهوا اي حاجة في العلم ولا دخلوا مدارس. يعني انا هو خريج بكالوريوس، هل ان انا اختار واحدة خريجة بكالوريوس عشان اتجوزها؟ لا، ملهاش علاقة. كما حرص نقيب المأذونين للإشارة إلى أن تدخل الحموات من طرف الزوج أو الزوجة في حياة الأبناء الزوجية هي من أهم أسباب الطلاق في مصر. لصباح العربية، ندى حجازي، القاهرة. ما نتبعش الاختيار الصحيح، مفيش موازنة فيما بين الزوجين كمؤهل، كتعليم، كثقافة. تكافؤ. المفروض يبقى فيه تكافؤ فيما بين الطرفين الزواج عشان الاستمرارية للزواج. لما يكون ميكانيكي وبيتجوز بكالوريوس، شكرا، العقلية دي فين؟ العقلية دي فين؟ لكن ميكانيكي ومثقف يمكن يشتغل على نفسه. مؤهل. أنا آسف، أنا بكلمك من واقع الحياة، مفيش مؤهل ولا ابتدائية حتى. موضوع أثار الجدل بين مؤيد ومعارض رح نناقشه في فقرة مع وضد، ورحب بضيوفي من القاهرة نقيب المأذونين في مصر الشيخ إسلام عامر، ومن بيروت الكاتبة الروائية أسماء وهبة. أهلا بكم. خليني أبدأ معك أستاذ إسلام، وهذا التصريح الذي صرحته هو أثار الكثير من الجدل، لكن من أرض الواقع ما الذي رأيته أو شاهدته وعاينته من أرض الواقع حتى يستفزك ويستفز مشاعرك وحتى تقوم بهذا التصريح؟ لا، هو أبدا ما فيش استفزاز ولا أي حاجة. صباح الخير الأول، وأرحب بيكي وضيفتنا الكريمة. الموضوع في منتهى البساطة، ومش مهنة محددة أو إن احنا بنقلل من مهنة الميكانيكي أو النجار أو الحداد أو أي وظيفة. كلهم أصحاب مهن وأصحاب مقامات وناس محترمين طبعا. ولكن اللي احنا بنقوله التوافق في التكافؤ فيما بين الزوجين بيستمر الزواج فيما بينهما، ما بيوصلهمش لخلاف أو نقاش فيما بين الزوجين اللي هو يوصلهم في الآخر للانفصال. بس في أسباب تانية كثير تؤدي إلى الانفصال. احنا عاوزين، وانت ذكرت تدخل الأهل بين الزوجين، مشاكل أخرى بتؤدي أيضا للانفصال، لماذا هذا السبب تحديدا؟ بص يا حضرتك، أقول لحضرتك على حاجة. أما بيكون الزوج والزوجة الاثنين متعلمين أو مؤهلاتهم يعني زي بعضهم تقريبا، كل واحد فيهم بيكون بفكره وبعقليته بيتجاوب مع الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال. نعم. اللي بيها بتستمر الحياة الزوجية فيما بين الزوجين. نعم. تدخل الأهل أو الحموات أو أخوات الزوج للحياة الزوجية، الزوج والزوجة في أقرب منهم لبعض؟ يخيل لي لا، هم أقرب اتنين في الوجود مع بعضهم. أما بيتدخل أي حد من كلا الطرفين، سواء كانت حماته أو حماتها، بيشيل نفسه على التانية، بيكون سبب رئيسي أو يعني إيه إلى حد ما في الانفصال بين الزوجين. طيب خلينا كمان نتوجه بالسؤال إلى الأستاذة الكاتبة أسماء وهبة. في بعض الدول بتضع بعض القوانين قبل الزواج للحد من ظاهرة الطلاق مثلا، أو حتى لبناء أسرة سليمة، يعني زي ما بنشوف مثلا في قوانين طبعا أنه ما في زواج أقل من 18 سنة. بعض الدول بتفرض بعض التشخيصات لأمراض معينة عن أمراض معينة، وحتى لو حصل ما في توافق بيتم ممنوع الزواج بيكون. طيب انت برايك هل هذه تعتبر عنصريه، تعدي على الحريات؟ كيف ترين هذا الوضع؟
صباح الخير لحضرتك ولضيفك الكريم ولكل اللي عم يتابعونا. بداية، أي قوانين تحمي الأسر الجديدة في المجتمع مثل القوانين اللي حضرتك تفضلتي فيها؟ هي قوانين جيدة جدا، ولكن أنا بختلف شوي مع قيادة النقيب بوجهة نظره، لأنه ما فينا يعني نحن قدي على الكرة الأرضية 1.5 مليار، 2 مليار، 3 مليار، ما فينا نضع كتالوج للعلاقات بين أي ثنائي، بس نقلل من الأضرار اللي هو ممكن تتسبب فيها. يعني لا، بس خليني أشرح وجهة نظري من بعد إذنك. يعني ما فينا كل ثنائي هو حالة مستقلة بذاتها، يعني ما فينا نجي نضع قواعد وأصول إنه هيدي هي القواعد ونحن بدنا نمشي عليها. وأنا من خلال عملي كصحفي وكروائي ومن خلال عدد كبير من الحالات اللي نحن بنطلع عليها، التكافؤ أكيد مهم، التكافؤ العلمي، ولكن القوامة الأساسية للرجل هي في قدرته على الإنفاق. يعني اليوم لما بنروح على محاكم الأسرة أو ونشوف أسباب الطلاق، بيكون في تكافؤ كتير كبير علمي بين الطرفين، ولكن بيكون السبب الأساسي في الانفصال هو مشاكل مادية. طب وين 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 راحون التكافؤ العلمي؟ لكن بالأساس هو قدرة الرجل على الإنفاق على العائلة. طيب، أم لا؟ طيب، هذه هي النقطة الأساسية والجوهرية. طيب، حنرجع نسأل أكيد يا أستاذ إسلام عن هذا تعليقه عن كلامك، ولكن خلينا كمان نسأل الناس وشوف رأي المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ما رأيك بفكرة زواج المتعلمة من شخص غير متعلم؟ ناهي تقول مو شرط الشهادات المهمة، الوعي والثقافة والالتزام والقدرة على تحمل المسؤولية. إلينا ترى أنه غير المتعلم يعني لا يقرأ ولا يكتب وليس لديه شهادة، والأحسن أن يكون الزواج أعلى مرتبة من زوجته أو يساويها ليكون قادرا على فهمها. محمد يقول ما كثرت العنوسة إلا من وراء هذه الأسباب غير المبررة بحسب رأيه. أعود إليك أستاذ إسلام، وتصريحات الأستاذ أسماء تقول إنه المال هو المسيطر هنا، هنا السلطة، وأهم شيء يكون قادر على الإنفاق، مو مهم إذا كان متعلم أم لا. هل مؤسسة الزواج تحتاج فقط لإنشائها وحمايتها المال؟ أستاذتنا الفضل، تفضل أستاذتنا الفاضلة. الموضوع في القوامة مش موضوع إن مين اللي هيصرف أو مين اللي هينفق، لا، هو الموضوع مش أكل وشرب ومصاريف، الموضوع التزام الطرفين بالعقلية من الطرف الثاني. يعني إن الزوج يبقى فاهم عقلية زوجته، مستوعب زوجته، مش موضوع إن أنا هنفقه بس. نعم، الموضوع استمرارية الحياة بالعقلية وكيفية التعامل، اختلاف التعامل فيما بين الزوجين إن كان بصفة مستديمة إن هم مختلفين بينتهي بالانفصال بينهم بالطلاق. طيب، أما إذا كانت العقلية الاتنين مع بعضهم بتستمر الحياة، مش موضوع المصاريف أو موضوع من ينفق ومن ينفق عليه أبداً، ده الموضوع موضوع استمرارية الحياة الزوجية بعقول متعلمة يتفهم ويستوعب الزوجة، وكذلك الزوجة تستوعب الزوج. أنا أتفهم المنطقية التي تستند عليها أستاذ إسلام، وكلامك جدا منطقي. أنت الآن لما كنت مأذون أو مع المأذونين اليوم، لما بيعقدوا عقد القران، لما بيكون بالفعل السيدة متعلمة وشاب من مستوى علمي آخر أو غير متعلم، أنت هنا إيش بتسوي؟ هل بتنصحهم؟ هل بترفض عقد القران؟ هل بتقول لهم يا جماعة ترى ده رأيي؟ الناس كيف؟ لا لا، بصي 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 بصي، هقول لحضرتك. أولا لا نملك أن احنا نوقف عقد قران أو نمتنع عن إتمام عقد قران. نعم، ومناش تدخل في اختيارهم لبعضهم. إذا كنا بنسأل فإحنا بنسأل على المستوى العام من أسباب الطلاق، التفاوت في التعليم بين الطرفين، لا اكثر ولا اقل من كده. انما لا امدح، بس انت تصريحك بتقول انه لا لزواج المتعلمات من غير المتعلمين، ما معنى هذا التصريح يا فندم؟ بصي 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 حضرتك. نعم، الكلام اللي احنا بنقوله كلام واضح، ولما جبنا وقلنا مثلا على سبيل المثال ان احد المهن يعني ميكانيكي يتجوز من بكالوريوس، دي عقليته ايه وده عقليته ايه؟ النجار، الحداد، الكهربائي،
أي مهنة أو أي وظيفة إن لم تتوافق العقول شكرا بنقول بتبوء بالفشل. أما الاستمرارية بتستمر ما بين الزوجين مش عشان الإنفاق بس، بينفق عليها وبيديها طيب اللي هي عاوزاه. طيب أستاذ دون أسماء. استيعابها. نعم أستاذ أسماء، هل تشوف أنه في مؤسسة الزواج المال لا يكفي؟ يعني يجب أن يكون هناك توافق فكري علمي، هناك في أطفال، في تنشئة، في تربية، واختلاف إذا كان السيدة كانت متعلمة والرجل غير متعلم راح يسبب أزمة داخل مؤسسات الزواج. يعني أنا شوي مستغربة، يعني أنه نحن ليه بنقبل أنه الرجل يكون متعلم ويتزوج من امرأة غير متعلمة لمجرد أنه هو حبها أو عجبته، بالوقت لما تكون المرأة متعلمة وتلتقي برجل غير متعلم بس عنده خبرة كبيرة بالحياة غني، أنه نحن هون بنقلها لا. لماذا ما يجوز للرجل لا يجوز للمرأة؟ يعني طيب ما لما المرأة كمان تكون غير متعلمة، ما هون ما كمان وهو متعلم ونقول أوكي على هيدي الشغلة، ما هون كمان في فوارق كتير مهمة بالتعاطي. نعم. فليه ما لا نقبله للرجل نقبله يعني نرفضه للمرأة؟ يمكن المرأة بحكم الأمومة، يعني في أموم، في غريزة الأمومة هي اللي ممكن تكون. لا إذا بدنا نحط قواعد بدها تكون قواعد تثير على الجميع أستاذتي، أو إنه ما في، أنا برأيي لا يوجد قواعد إلا بما لا يتعارض مع الدين. يعني نحن قادرين نعمل كل شيء ما دام إنه هو تحت سقف في شرع رب العالمين، ولكن نحن اليوم لما عم نقول انه في رجال مش متعلمين بس عندهم خبره كثير كبيره بالحياه، ناجحين، محققين حالهم، غني، اوضاعه الماديه مرتاحه، ليه اذا التقى بسيده متعلمه اكثر منهم قال لهم لا؟ لانه القوالب الاجتماعيه الموجوده ترفض هذا الامر. انا شوي بختلف مع طيب حضرتك بهذا الكلام. قد جميع العناصر في الرجل والمراه ويكونوا الاثنين مثاليين، ولكن لأي سبب آخر من الأسباب قد ينتهي بالفشل أو بالطلاق، ربما واحدة منها يكون سبب جدا تافه، والله زوجي بيشخر أو إنه زوجتي لا تطبخ وغيرها من الأسباب اللي شلنا نشوفها اليوم. أهم شيء في الأخير المصلحة العامة ومصلحة الزواج والأطفال في هذا الزواج. أشكر ضيوفي اليوم نقيب المأذونين في مصر الشيخ إسلام عامر، ومن بيروت الكاتبة الروائية أسماء وهبة، شكرا لكما. في فقرتنا التالية رح نتكلم على ترند جديد في التيك توك. الجيل زد متقبل شكله أكثر ويبتعد عن المثالية، خصوصا فيما يتعلق في البشرة. اليوم الترند الجديد يقول إنه الكونسيلر ما صار أساسي، وإنه الهالات السوداء خليها تطلع. رح نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا بعد قليل. طيب هلا وسهلا بك، نرحب بضيفتنا زينة بيطار، وطبعا هي المتخصصة في المجال التجميلي. طبعا الكونسيلر أو خاف العيوب تحت العين يواجه أيام صعبة على تيك توك. الجيل زد أعلن الحرب على مستحضر التجميل الشهير في اتجاه نحو حب الذات وحتى تقبل الهالات السوداء. خبراء تجميل يقولوا إنه الاتجاه الحالي يرفض البشرة المثالية ويركز على الدقة والبساطة والأصالة، يتجه إلى مكياج طبيعي وخفيف على البشرة. من السوشيال ميديا، هناك أمريكية تقول إن بشرتها تحسنت وإن حياتها تغيرت بعد التوقف عن استخدام الكونسيلر. I did not touch my face with concealer and it is so habit because I've always done it. I always go in here and here and around my nose and right here and right here and I didn't do it today. And honestly, my under eyes have never looked better. Has this been the secret all along? We just need to not wear concealer? What? Okay, it's gonna be a concealer-free summer because I would have never not done concealer. If I'm gonna put makeup on, I'm always adding concealer. And I like the way my makeup looks so much better right now than whenever I do concealer and set it and all the things. Maybe everybody's known this and I'm just late to the party because that's also possible. But honestly, life changed.
طيب خلينا نرحب بخبيرة المكياج مرة أخرى زينة بيطار. يسعد صباحك زينة. أنا في وجهة نظري إنه هذا الترند الآن اللي حاصل خصوصاً مع الجيل زد هم لساعهم صغار، هم بالفعل ما يحتاجوا كونسيلر. صح، تتفقي إنه أحياناً الميك اب الزايد خصوصاً اللي الكونسيلر والطبقات وكذا لا تناسب بعض البشرات خصوصاً لما تكون صغيرة هذه البشرة؟ بشكل عام بالبداية إنه الكونسيلر خلق لتصحيح العيوب. مظبوط، يلي ما عنده عيوب في غنى انك تستخدم كونسيلر. بس الجيل اللي موجود هلا حاليا ما حدا بيقدر يطلع على السوشيال ميديا قادر يستغنى عن ميك اب سمبل خفيف طبيعي، ولا العالم كلها لهلا لسه بعدها عم تستخدم الفلاتر. كنا استغنينا على الفلاتر قبل ما نستغنى على الكونسيلر. فنحن بشكل عام الكونسيلر نوجد لحتى يخفي العيوب البسيطة الهالات الخفيفة. أما إذا كان الكونسيلر مبالغ فيه أكيد المبالغة كل شيء بيكون نتيجة عكسية. نتيجة عكسية بالضبط. طيب يعني في زمن اللي إحنا ما زلنا نعيش فيه في الفلاتر وعمليات التجميل والمثالية في البشرة، تتوقع أنه بالفعل في ناس أو جيل عنده وعي اليوم أنه أنا أتقبل نفسي زي ما أنا؟ طبيعي طبيعي انه الانسان يتقبل نفسه او يتقبل المشاكل اذا كانت غير ملحوظه بشكل واضح. اما اذا كان الهالات او البقع الداكنه اللي موجوده بالبشره ممكن تكون واضحه وصريحه ومبينه جدا، المفروض يا اما تتعالج عن طبيب مختص او على الاقل تستخدم بمستحضرات تجميليه خفيفه نقدر نخفيها مؤقتا. بس مظبوط، اليوم احس ان الترند هو الاهتمام بالبشره أكثر. ومن الداخل الى الخارج. صح، عوضا عن استخدام مساحيق التجميل. مساحيق التجميل مظبوط. البشره كل ما كانت جلوي اكثر كل ما كانت طبيعيه وصحيه اكثر. هو هلا بالفتره الحاليه مش بس الترند هو اللي طلع انه نتعايش مع الهالات الغامقه، لا، بس كيف طريقه اختيارنا للكونسيلر الصح، كيف طريقه دمجنا للكونسيلر الصح أكيد بيعطي طابع طبيعي أكثر. بنرجع بنقول إنه أكيد ما مع إنه المبالغة بالميك اب إن كان يكون أوفر كتير، كل شيء طبيعي حيكون أكيد يطلع نتيجة حلوة. أنا يعني سؤالي هل الجيل هذا اللي طالع جديد الآن رح يتمسك بهذا المبدأ لفترة طويلة؟ يعني أنا أشوف إنهم هم بالفعل لا يحتاجوا كونسيلر أكيد. اليوم واليوم لما يقولوا ما نبغى كونسيلر أتفهم ذلك يعني. صح، لكن بعد سنوات ولما تظهر عليهم هذه الهالات أو مشاكل الحياة لأنه بشكل عام اللي بيكون في عنده سواد تحت العين بصورة واضحة جدا ببين كأنه مرهق تعبان ستريس قلة نوم ممكن. فالكونسيلر شوي بيغطي، بس نختار مثل ما قلت لك الاختيار اللون الأندرتون يكون مزبوط، دمجه يكون محطوط بطريقة صحيحة أكيد ببين فريش أكثر. اليوم في صار إجراءات تجميلية في العيادات طبعا. صح، بعض الحقن أو بعض التريتمنت حتى طبعا يذهبوا السواد اللي تحت العين. أكيد أكيد، بس هذا اللي بتخليهم يغنيهم عن الكونسيلر. أكيد حس إن الكونسيلر أهم شيء في المكياج بالنسبة لي. يعني ما في صبية أنا بتخيل انه عندها بشنطه الميك اب ما يكون المواد الاساسيه والاشياء الاساسيه اللي بتكون محتفظه فيها، يعني هيدي لكل صبيه. بس الجيل الجديد مثل ما انت قلتي المفروض يستخدم او يكون اذا مش كثير محتاج يحط كونسيلر اكيد طبعا ترطيب اختيار الكونسيلر صح طريقة دمجه وتثبيته إذا حط بطريقة صح يثبت بطريقة أو اللوس بودر بطريقة طبيعية. طب إيش هي الطريقة الصح؟ لأنه كثير ناس بيخطط معاهم. صح، أو بتحصل معاهم مشاكل أو إنه أحيانا بيكونوا بيحطوا كونسول يبان لون رمادي. طبعا ما بيغطي زي ما طبعا هي في عدة طرق لاختيار الكونسيلر الصح. أولا إنه المفروض نعرف شو المشكلة اللي أنا عندي إياها. يعني إذا بشرتك دهنية جافة مختلطة حساسة تعرفي شو المشكلة اللي موجودة أنت عندك. شغلة تانية، هل الهالات غامقة كتير بدك كوركتر قبل ما تحطي الكونسيلر، بدك ترطيب أو برايمر قبل ما تحطي الكونسيلر لأنه ممكن على الوقت يتأكسد، وهي أكبر غلط بيقعوا فيه الصبايا أنه نحاول نخبي الهالات الغامقة بكونسيلر فاتح. فمع الوقت أكيد بيتأكسد الكونسيلر بيقلب رمادي وبصير شكله بعد نص ساعة ما حلو أبدا. بالفعل يعني أحس أن الجيل زد
يعني في وعي أكثر من الجيل اللي قبله بما يخص الشكل الخارجي، تقبل أكثر، اهتماماتهم صارت مختلفة أكثر بعيداً عن المثالية. قد نرى ثورة أخرى على مساحيق المكياج. ممكن من إذا بتعرفي من سنتين تقريباً طلعت كمان ترند إنه النمش كان بالضبط، كان النمش، فكان النمش عطى فعلا جماليه. نحن كنا نضيفه بالنفس طبعا، وكنا نحن نضيفه حتى لما نعمل ميك اب نضيف اوقات نمش بيطلع اجمل واحلى. بس انه تطلع هلا صبيه في عندها زياده بالهالات، لا انا اكيد ضد. بينحط كونسيلر بس مثل ما قلت لك بطريقه مختلفه وبعدم مبالغه بالكونسيلر. لا بد منه. اشكرك خبيره المكياج زينب بيطار، شكرا لك. ثانك يو. بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة بالعالم وبالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان وشبكة ريادة الأعمال، تنظم الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بيبان 24 في نوفمبر المقبل. تصل جوائز هذه المسابقة العالمية إلى $1,000,000 إضافة إلى مجموعة من الجوائز العينية بهدف استقطاب المشاريع الرائدة. وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال من بين أكثر من 16,000 متقدم من 151 دولة بعد نجاحهم في منافستهم الوطنية حول العالم. نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالرياض على صباح العربية. نرحب من الرياض بمدير إدارة حلول الابتكار في منشآت أحمد شريف. يسعد صباحك أستاذ أحمد. يعني هذه المسابقة اليوم التي تنظم، أول شيء أنا بتكلم على التحدي الأكبر لأنها مسابقة عالمية ويشارك فيها أكثر 151 دولة، 16,000 مشاركة، كيف تم تقييمها والمعايير اللي مشوا عليها حتى يصلوا إلى التصفيات والنهائيات؟ حياك الله أستاذ ريم وحيا الله المشاهدين الكرام، وأشكر لكم الاستضافة وإتاحتكم للفرصة. طبعا المسابقة يعني مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال هي مسابقة عالمية تقام سنويا، تستهدف مثل ما ذكرتي استقطاب المنشآت الابتكارية العالمية إلى السوق المحلي في المملكة العربية السعودية. يمكن ذكرتي ما هي أبرز، بما أنها تحدي كبير للمنشآت الابتكارية، فما هي أبرز المعايير اللي تم يعني خلينا نقول تقييم المنشآت العالمية عليها؟ طبعا المسابقة تمت على عدة مرات، بدأت بالمنافسات الوطنية، فصار في منافسة وطنية في كل دولة من الدول اللي شاركوا منها المشاركين، وبعد كذا تأهلوا أفضل 250 منشأة ابتكارية إلى التصفيات النصف النهائية ودخول المعسكر التدريبي. طبعا المعايير يعني تندرج تحت خلينا نقول مستوى الابتكار في المشروع الناشئ، بالإضافة إلى فريق العمل، بالإضافة إلى القيمة المقدمة أو الفاليو اللي تقدمها هذه المنشأة الابتكارية كحل لمشكلة حقيقية موجودة في السوق، بالإضافة طبعا إلى يعني خلينا نقول السكيلابيليتي أو القابلية للنمو والتوسع إلى هذه الفكرة الابتكارية. نعم، هذا الشعار وجهة عالمية للفرص، كيف ممكن أنه تنعكس هذه المسابقة وهذه المشاريع اليوم التي ستقام على السوق السعودي واقتصاد المملكة بصفة عامة؟ لا شك يمكن يعني النقاط صراحة اللي نستهدفها من هذه المسابقة اللي هو إبراز وتوضيح الفرص الريادية الواعدة في السوق السعودي. لا شك أن فرص واعدة موجودة في المشاريع اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، والمنشآت الابتكارية قادرة أنها تدخل في السوق المحلي وتساهم في حل التحديات وايضا تساهم في توجهات المملكه. يمكن ابرز خلينا نقول الجوائز اللي احنا حطيناها حقيقه ركزنا على بعض
خلينا نقول الأولويات الوطنية الأربعة اللي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظ تنمية البحث والتطوير، ركز كاتيجوريز أو كتصنيفات في الجوائز اللي في المسابقة. نعم، أبغى أتكلم كمان عن بعض هذه المشاريع اللي راح تكون مميزة وممكن يستفيدوا منها الشباب السعودي في المنطقة، زي إيش هذه المشاريع المميزة؟ طبعاً اللي مشاركة معنا في الجائزة هي مشاريع تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة يعني بشكل عام تحل تحديات أو مشاكل موجودة في السوق. المشاريع طبعاً مرشحة من أكثر من دولة، الهدف الأساسي طبعاً يعني ملتقى معنا في ملتقى بيبان 24، وبهذه المناسبة يعني إذا تسمحي لي أنا أقدم أيضاً دعوة لصراحة المشاهدين يشرفون أيضاً إن شاء الله في ملتقى بيبان 24 القادم اللي حيكون في نوفمبر. طبعاً الهدف الأساسي من أننا يعني خلينا نقول نستضيف أفضل 100 شركة ناشئة موجودة في بيبان، الهدف الأساسي أن يكون في منافسات يعني بشكل مباشر على المسرح، الهدف الأساسي أنه نطلع بأفضل المشاركين اللي معنا في خلينا نقول المنافسة بحيث أنهم يكرمون إن شاء الله في الجائزة. يستفيدون طبعاً الشباب السعودي خلينا نقول الاطلاع على المشاريع الريادية العالمية، كيف أن أنا أقدر فعلياً أنشئ مشروع الناشئ، وطبعاً جميع الممكنات موجودة في ملتقى بيبان من ناحية استشارات وإرشاد، من ناحية يعني خلينا نقول أيضاً حتى المستثمرين موجودين، والفرص أيضاً ما شاء الله لا شك واعدة، وهذا يمكن شعارنا في بيبان. صراحة فرصة كبيرة ومهمة لرواد الأعمال للاستفادة من هذا الملتقى وهذه المسابقة، ونتمنى الحظ والتوفيق للجميع. أشكرك لوجودك معنا مدير إدارة حلول الابتكار في منشآت أحمد الشريف. شكرا لكم يا طيب. فقدان الأحباء من أصعب ما يمكن أن يواجه أي إنسان في هذه الحياة. تسجيل فيديو بعض المتعلقات وربما رائحة غالية تزول بعد حين، كل هذا ما يتبقى. لكن تخيلوا لو كان ممكناً تعويض هذا الفقدان بالفعل. طبعاً عرفتوا أنا بتكلم عن إيش، أنا أتكلم عن الذكاء الاصطناعي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بشكل مختلف. ما جديده في هذا المجال؟ الحكاية في لوس أنجلوس عند الزميلة ديما طايع. شخص مايكل بومر بسرطان القولون بدأ يفكر كيف أعوض زوجتي عن فقداني، وجاءه الحل مذهلاً، إنشاء نسخة رقمية عنه تبقيه متاحاً لأسرته بعد وفاته. وهكذا قضى أياماً في تسجيل صوته وسرد قصصه ليتمكن الذكاء الاصطناعي من التفاعل مع أحبائه وكأنه ما زال حياً. We want to start with the Michael's experience. How did he choose to have this digital copy of himself left behind for his family? Now, I'd known Michael previously where I ran a company called LivePerson, and Michael ran one of our operations, and he posted on Facebook that he was dying. We came together, and then we started on the journey to make him the first Eternos of the world. Tell us a little bit about the process. How did it work? So there's two parts to creating an AI. One is we have his voice, so we want to capture his emotional voice,
So we have them say like 300 phrases, like I love you or shut the door. So you capture these phrases, then we compile that into his AI voice. And then the second part is his brain, his knowledge. And we capture stories. So we start with about 150 questions and he answers those. And that's the baseline from where were you born to, you know, how would you like to be buried and everything in between. And then he'll take his own path with those stories. Are you a real person? I feel I am a real person. I encompass everything that my creator has given me. I can learn, create, and grow. Eternos ومعناها الخلود هي واحدة من الشركات القليلة التي تخوض في هذا النوع من التكنولوجيا واستطاعت خلال شهرين أن تصنع نسخة عن مايكل. Does his AI copy develop or evolve over time? It will evolve over the context of him. For instance, he loves cars, so the AI will evolve as cars change. Like he'll give an opinion probably in the future of a car, a different type of electric car or something. But he doesn't like politics, let's say. So if you ask him about politics, he'll say, I don't want to answer. If somebody is interested in leaving an AI copy of himself, how much can it cost? It was like $15,000. But we're bringing it down to hundreds of dollars now. Can it be applied to people who already passed away? It's hard to do that. Not technically, but it's hard to do that ethically because like what knowledge are you going to put in there? يبقى السؤال هل تعوض النسخة الرقمية عن فقد الأحبة حقا أم أن للروح معاني أخرى؟ وهل هي حل صحي لمواجهة الألم ومصارعة القدر؟ أنا أتساءل نفس هذه الأسئلة، هل هو بالضرورة قرار صائب؟ أنا فكرت وراودتني هذه الفكرة، لا أكذب، يعني أنه قلت أنه مش هو ده ممكن يكون الحل الأفضل بالنسبة لأم لأبنائها إذا كانوا صغار في السن أطفال، أنهم أنها تكون معاهم متواجدة، صح الجسد ما هو موجود ولكن موجودة في حياتهم. يمكن هذا هنا زي ما ذكرين في القصة محدود، يعني المشاعر محدودة، في قصص أجوبة لحالات معينة، ردود فعل محدودة بالضبط. لكن تخيلوا أن يكون هو بالفعل بشر كامل يستطيع أن يفكر ويحلل ويتفاعل مع الأحداث ويقدم النصيحة ويطور من نفسه. طب هذا صح يعني ولا غلط؟ أنا برأيي موضوع جدلي كتير، وبعدين نعمة النسيان اللي أعطانا يا رب العالمين يعني أحياناً كمان بتكون كتير بتساعد على نسيان الأحباء اللي فقدناهم. يعني بهي العملية إنه أول شيء ما في شيء بيعوض عن الإنسان الحقيقي، صح؟ بس الذكرى كمان بنفس الوقت مثل ما قلتي هي كتير مهمة وممكن إنه نفكر فيها. وقصة مايكل تحديداً ذكرتني بقصة قرأتها على العربية نت من فترة عن أب صيني فقد ابنه عمره 22 سنة وبيقعد بيحكي معه بالمقبرة يلي اندفن فيها الابن وهو حزين كتير وبيحكي له عن مشاعره. بيرد عليه الابن المتوفى وبيقول له انه انا بتمنى لو كنت بكون معك بكل دقيقة وبكل لحظة لحتى ساعدك لحتى تتجاوز هذا الحزن. الاب الحزين بيرد عليه لابنه وبيقول له لا تخشى شيء عبر منصة الخلود الرقمي مثل ما عم بيسموها، لا تخشى شيء، أنا عم أعمل جاهداً لإعادتك إلى الحياة. من خلال نفس الموضوع، مقاطع مصورة صغيرة أقل من دقيقة كل مقطع، يعني تشكل نسخة رقمية. نعم. من هذا الابن. وكما قلت ريم بالفعل يعني هذا موضوع جدلي، ما بعرف أسامة ليث شو رأيكم بالموضوع؟ يعني شوفي هو يعني موضوع صعب مؤلم طبعا، يعني هو من ناحية انت شايف انه فيه لي حاجات إيجابية لطيفة، وفي نفس الوقت صعب ان انت تاخد فيه قرار. أنا على المستوى الشخصي يعني مثلا مسألة لو الخلود بإيدي يا أسامة، هو مش خلود بالمفهوم هيتطور ويصير خلود، أنت حية ولكن بشكل رقمي. بشكل رقمي طبعا، بس هو شوفي هو يعني النهاردة بالمناسبة من 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 في كتير مننا خالدين بشكل رقمي. النهاردة كل شخص عنده أكاونت على الفيسبوك، عنده أكاونت، كل مشاعره كل تجاربه كل شيء هو خاضه على مدار حياته موجود بالأرشيف
التكليف الرقمي بتاعه على يعني ممكن مكالماته وممكن مثلا النهارده توثيق مثلا اعياد الميلاد الافراح ما الى ذلك، هو ده بشكل متطور اكبر شويه التفاعل تماما يعني يكون متواجد يتكلم معه ويرد عليه بس هو يعيش كل هذه الحالة. هو يعني زي ما مايكل ذكر هي المساله انه يعني الشركه ذكرت هي المساله مساله انه هو بيتفاعل بناء على معلومات تم وضعها في الأداة، لكن هل سيتم تطوير الموضوع إلى أنه يستطيع التفاعل؟ يعني مثلا زي ما هو أتكلم قال أنه كان بيحب السيارات، لكن هل من الممكن سيكون له رأي في موضوع السيارات ممكن. الكهربائية أو ما إلى ذلك ممكن. هل في هذه الحالة هيكون ده رأي الشخص لو هو ما هو هنا نقطة هل هو لو هو لأنه في النهاية إحنا أرائنا بتنبع من ثقافتنا من تعليمنا من تجاربنا من خبراتنا بالحياة من حاجات كتير من حتى مؤثراتنا النفسية خدي بالك أنت ممكن موضوع ما تفكري فيه تقولي رأيك فيه بشيء لو إحنا الصبح تقولي في رأيك بطريقة متعصبة تقولي في رأيك بطريقة الـ 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 يعني المسألة فيها يعني إيجابية وسلبية صحيح مشاعر. طيب أنا رأيي مختلف شوي وبأيد ربع قالت نعمة النسيان أذكر تماما قبل فترة عملنا تقرير على العربية في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا عن مقابر تحوي ليست أسماء بل كيو آر كود يعني معلومات مثل سي في عن الشخص الذي توفى بس اللي اكتشفنا أنه بعد فترة بعد سنة من هذه المقبرة يا جماعة تم إلغاء الكيو آر من هذه المقبرة لأنه كثير من أهالي الذين مدفونين بهذه المقبرة لا يحبون لا يفضلون أن تكون هناك أسماء معلومات عنهم بتوقع هذا نفس الشيء يعني تخيلوا هاي الطريقة رح تكون أنه تخليد لألم أبدي أنت لما تفقد شخص من محيطك من أقاربك من أبنائك هو ألم أكيد عند كل الناس عند كل البشرية لما تفقده بنفس الوقت يكون مخلد موجود دائما معك هذا بزيد الألم بل بضل يذكرك بهالألم ممكن. فأنا بتوقع أنه هذه فكرة يعني قوية شوي بس صعب الواحد يطبقها في رواد الذكاء الاصطناعي ما رح يحبونا كثير اليوم طيب كمان خلينا نشوف رأي الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي سألناهم ما رأيك بصناعة نسخة رقمية عنك تبقى بعد وفاتك رغد تقول أقبل بحال كان هناك ضمانات أن هذه النسخة لن تتعرض للتشويه أو تستغل في أمور أخرى ربما غير قانونية يرى أسعد أن الأمر فيه شيء غريب لكنه جيد نوعا ما فالفقد صعب والتعويض للأحباء يمكن أن يكون مواسيا لهم خديجة تؤكد أن الأمر غير مستحب فالذكرى تكون بالسيرة الحسنة لا بصناعة نسخة رقمية لروح ذهب أو روح ذهبت لخالقها يعني موضوع يبقى مثار للجدل ولكن أتوقع في المستقبل القريب رح نجد هذه الشخصيات الخالدة كثير من التكنولوجيا مع الوقت ما بتتغير مدى قبولنا لها ومدى تغيرنا لها أنا أتذكر مثلا من 60 سنة 50 40 ممكن كان مثلا موضوع طبق الساتلايت الدش على المنازل كان شيء منفر ولا وكان ربما غير مستحب بشكل المبنى الناس يعني ففي النهايه التكنولوجيا هتفرض نفسها هتفرض يعني وحتى الكلفه الماديه انتبهتوا كمان يعني هي ليست بالكبير نتحدث عن بضع مئات يعني نعيش ونشوف عموما خلونا الان ننتقل الى زوايا المراسلين هذه المره الى تونس والزميله احلام العبدلي صباحك أحلام الموضوع الأول عيشة يفوز على البندقية ما هي التفاصيل صباح الأنوار جميعا بالفعل فيلم عايشة يفوز ببرنامج أو عفوا بجائزة أفضل نعم. فيلم متوسطي في مهرجان بجائزة أفضل فيلم متوسطي في مهرجان البندقية السينمائي فيلم طويل من أكثر 120 نعم. دقيقة تدخلت فيه عديد الأطراف في الإنتاج وتم إنتاجه ما بين بإسهام تونسي فرنسي إيطالي سعودي وقطري الفيلم هو من بطولة كوكبة من النجوم التونسيين ومن إخراج مهدي البرساوي المخرج الذي
أصبح تقريبا صياد الجوائز في مهرجان البندقية خاصة السينمائي، لأنه سبق وفي عام 2019 أن توج أيضا بمجموعة من الجوائز على فيلم كان أنتجه سابقا، كان قدمه سابقا فيلم بيك نعيش الذي لاقى رواجا كبيرا ونجح نجاحا كبيرا في دور العرض. اليوم يعود بهذا الفيلم وهذا التكريم من جديد. جميل جدا، خلينا نشوف مقطع من عيشة. هي سيدي بس ساعديك هنا، ها سيد هذا ميت، الدنيا مقلوبة في الفيسبوك على حكاية كريم. أنا لازي عندي زوز بوليسية يخدموا في النوار يدوروا في الزيرو في بواتا، ولازي مرتين في جريمة قتل. ما تتأكد لي هو تحرش بيك؟ صح، البلاد ما ترحم حد. مش ليلي عندك خلطة لشتك؟ طب نفهم علاش تشوهي في عاشك سمحت يا ليش؟ في شرطك وانت مات. جدا، خلينا ننتقل الى الموضوع الاخر، القبض على التيك توكر ضحى العربي او العربيبي، ما هي التفاصيل؟ تقريبا هي ضحى العريبي التي أصبحت شهيرة حتى على مستوى عربي، أيضا تم إيقافها في المطار في الأيام القليلة حسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مجموعة أو ما قيل أنها مجموعة من الأرصدة التي البنكية التي تديرها ضحى خارج تونس حسب ما نقلت المواقع التي، وهناك أيضا فيديو تم تداوله للحظة التحقيق معها بصفة أولية أو لحظة مسائلتها بصفة أولية على السوشيال ميديا. بالطبع ضحى ردت وقالت بأنها تتعاطى بشكل قانوني مع كامل خطوطها البنكية وكامل حساباتها البنكية، وأنها لم تقم بأي شيء يخالف القانون، وأنها تضع نفسها على ذمة السلطات وتضع كل حساباتها أيضا رهن التفتيشات والأبحاث الجبائية والمالية التونسية، وقالت بأنها مصدومة ولكنها سوف تتجاوز هذه الإشكالية وسوف تتواصل مع جمهورها بأكثر وضوح في المدة القادمة عبر التيك توك، خاصة من أجل أن توضح في هذا الصدد وكذلك في أشياء أخرى، باعتبار وأن كما قلنا أكثر من 16 مليون متابع لضحى العريبي على التيك توك يتابعون أو ينتظرون مآل هذه القصة أو ما مدى صحة تفاصيل هذه الأخبار التي يتم تداولها. يعني عالم السوشيال ميديا أصبح مخيف جدا، يمكن بسبب الفلوس الكثيرة والمال الكثير الذي يجنونه تيك توكرز أصبحت محطة أسئلة. صحيح. عموما أشكرك جدا لوجودك معنا اليوم أحلام العبدلي، يعيش النساء يعيشن أعمارا أطول من الرجال، لكن ما السبب؟ نناقش هذا الموضوع بين المعتقدات الشعبية والحقائق العلمية طبيا ونفسيا. باحثون يابانيون وضعوا دراسة قالوا فيها إن الخلايا التي تتطور إلى بويضات عند الإناث وحيوانات منوية عند الذكور تؤدي إلى اختلاف بين الجنسين في متوسط العمر، وإن إزالة الخلايا تجعل متوسط العمر المتوقع متشابها بين الجنسين. عوامل عدة تجعل النساء يعيشن أكثر من الرجال، الزميلة ريان تخبرنا بها بحسب الدراسات أكيد. تفضل. شكرا يا ريم. المهم الموضوع مفرح في النهاية. المهم لينا. النساء يعيشن أطول من الرجال أو لفترة أطول من الرجال، لكن لماذا؟ حسب الدراسات توضح الأسباب، بداية أكدت دراسات عدة أن النساء يعيشن لفترة أطول من الرجال وأكثر حرصا على تشخيص الأمراض والالتزام بالعلاج، بينما يقل اهتمام الرجال بمتابعة الأمراض واحتمالية الذهاب إلى الطبيب. ثانيا الهرمونات، حيث يرتبط هرمون التستوستيرون الذكوري بانخفاض المناعة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدم السن، بينما تعزز الهرمونات الأنثوية صحة القلب والعظام والنشاط الهرموني. ثالثا التوتر، مسبباته وآثاره، العمل بجهد أكبر، التدخين، العبء المالي وغيرها من العوامل التي تؤثر حسب ما ذكر المشاركون في أبحاث الشيخوخة بكلية هارفارد طبعا وغيرها من العوامل. أخيرا أشارت أبحاث نشرها باحثون في إمبريال كوليج أن الفجوة العمرية بين الرجل والمرأة ستتقلص مستقبلا إلى أقل من عامين بحلول 2030. مع ريم نفتح الملف.
نحن الأطول عمراً، نحن الأكثر تحملاً وصبراً. شكراً لك يا ريان على هذه التفاصيل. قبل ما ندخل ونخوض في هذا الموضوع، خلونا نذهب إلى الأردن. سألنا الناس هناك لماذا يعيش النساء أكثر من الرجال، نشاهد الإجابات. يعني نجيب موضوع على طريقة فكاهة، يعني بقول لك نسوان شايلات المرارة وعندنا طولة بال وهدات بال، فعشان هيك بيعيشن أكثر من الرجل. مشاكلهم أقل، ما عندهم المسؤوليات الكبيرة زي الشباب. الشباب عندهم ضغوطات كبيرة في الحياة والحياة صايرة صعبة. زي ما اتجوز 6 مرات مع خبر 6 مرات، أقسم بالله أنا بحكي معك برضه، اتجوز 6 مرات ويعني الحمد لله رب العالمين عايشين لسه لغاية الآن. أقسم لها تحاس بطني بوجع والله. المسؤولية والهم والمشاكل كلها على الرجال، فالرجال ما بعطي الهم للنساء، فالنساء شوي يعني يعني يخفف عليه، يعني مو ضغط 90%، ضغط 90% على الرجال. طيب خلينا نرحب بضيفنا من الرياض، استشاري النفسي الدكتور أسامة النعيمي، وأيضا معنا في الاستديو أخصائي الطب العام الدكتور محمد الأيوبي. أهلا بكم. يعني ما بين النفسي وما بين الطبي، ولكن في الشعب الأمر مختلف، يعني في ناس يقولوا لا الرجال أطول عمرا والنساء لا وغيره، ولكن خلينا نبدأ معك دكتور أسامة من الناحية النفسية. نفسية المرأة، هل المرأة بحكم أنها أكثر صبراً أكثر تحملاً والقدرة على أداء المهام كثيرة في نفس الوقت، هل هذا بيساعدها أنه بالفعل بتتكيف وتتأقلم مع ظروف الحياة المختلفة مما يؤدي إلى إطالة عمرها؟ صباح الخير ريم. صباح الخير على العربية، مشاهدين مستمعين متصفحين. صباح الخير على الدكتور الضيف، والأهم صباح الخير على طارق العلي اللي استطاع بحس الإنساني أن يلغي عقود من التشنج بين إخوان. إجابة لسؤالك، وأرجو أنه يعتبر مزحة لحد يزعل علي، يقال أنه النساء عمرهم أطول لأنه ما عندهم زوجات، لكن نرجع للجواب الصحيح. طيب قاعدين الزواج الإجابة العلمية نفسياً. الإجابة العلمية أنه أنا متأكد أن الدكتور راح يتكلم عن النواحي البيولوجية والنواحي الهرمونية، لكن خلينا نتكلم عن المتطلبات الاجتماعية والمتطلبات البيئية اللي توضع على الرجل، بضمنها أنه الرجال بسبب الضغوطات المجتمعية غير المعروفة، يعني غير الثابتة، فقدان للعمل، تعرض للضغوط مادية، تعرض لمتطلبات مجتمعية يجعل هو غير قادر على السيطرة على هذه الكمية من الضغوطات. ومثل ما تعرفي كل ما زاد الضغط زاد التوتر، كل ما زاد التوتر انخفضت المناعة وقدرة الجسم على مكافحة الأمراض. ثم أن الرجال أكثر عرضة لتعاطي المواد الإدمانية للتخفيف من هذه الضغوطات، فينتهي بهم الأمر بأنهم يتآكلون تدريجياً في الوقت اللي تكون المرأة، وأنا دائماً أعيد هذه الجملة وكأنه أنت قاصديها، أكثر ذكاءً اجتماعياً وأكثر قدرة على السيطرة على أكثر من وظيفة في نفس الوقت، ولديها شبكة اجتماعية وعاطفية محيطة بها تجعل لديها القدرة على التخلص من هذه الضغوطات بأقل قدر من الخسارة. بالفعل هنا هو السؤال، أنه إحنا ترى جميعا رجال وسيدات نتعرض للتوتر والضغط الاجتماعي وغيره، يكفي يعني واحد من الضيوف قال لأنه أنا تزوجت 6 مرات، يعني زواج الرجل على المرأة ونتقبل ونتعايش ونربي الأولاد ونشتغل وتستمر الحياة. إذن هنا التعامل مع منغصات الحياة أو ضغوط الحياة هنا اللي الاختلاف بين المرأة والرجل، وهذا هو اللي يشكل الفروق الفردية بين الاثنين. طريقة التعامل هي اللي بتجعلني أتأقلم وأتكيف أكثر. إذا من أكثر ذكاء هنا؟ حدخل في متاهات. لا ما في شك إنه المرأة أكثر، لا ما في شك إنه الأكثر ذكاء عاطفيا واجتماعيا هي المرأة. أيوه. وارجع مرة ثانية، أنت دائما تورطيني بهذه الجملة. أنا برضو بتورط يا دكتور. السؤال الأهم هو نعم تفضل، ويمكن الدكتور راح يكون متوسع في هذا الموضوع أكثر من عندي. نعم. عند اختفاء التأثير الهرموني ماذا يحدث للمرأة؟ وهنا الدكتور يمكن راح يبدع بالكلام.
يعني انت حتفتح لي باب ثاني. واكيد بدي ارجع للناحيه العلميه وتاثير الهرمونات في المراه بعد تعاطي مع ازمات الحياه وغياب هذه الهرمونات ماذا يحدث. ولكن بدايه خلونا نروح الى صفحاتنا في السوشيال ميديا وسالنا المتابعين لماذا تعيش النساء اكثر من الرجال. نشاهد ما راى المشاركين. طبعا اراء المشاركين يقول العربي اصيل لان الام هي من تربي الاطفال فربما الله سبحانه وتعالى جعلهم يعيشون اطول عمر من الرجال. ام ابو حميده الطيب رايه انه جهاز المناعه اقوى لدى النساء. راي اخر من عبد العظيم الزين يقول فيه يموت الرجال من ثقل المسؤوليات ويموتوا في الحرب وفي البحث عن لقمه العيش يموتون من اجل اناثهم ويموتون من كيد النساء. اما علاء كامل العبيدي يقول لان الرجال يحركون بدمهم الصامت او بدمهم صامت يعني كبت بعدها للاخره عدل وماني فاهمه صراحه. علي حامد كتب معلومات تقول بان المراه تعيش بشكل وسطي 7 سنوات اكثر من الرجل ويقال بان تكوينها الجسدي هو السبب واكيد ايضا بان الرجل يمارس مهن صعبه وخطره اكثر من النساء كالمناجم اكثر. طيب خلينا ناخذ الراي الطبي يعني والتفسير الطبي في هذا هرمونات المراه هل هي بالفعل تعمل بشكل يجعلها تقاوم مشاكل الحياه تتاقلم مع هذه الحياه مما يعطيها عمر اطول؟ نعم صحيح. شوفي خلينا نحكي عدة عوامل تلعب في هذا الموضوع. من ناحية طبية فعلا بيجي موضوع الهرمونز وهلا رح نحكي عنه موضوع الهرمونات أساسي. بيجي موضوع الجينيتكس خلينا نحكي أو الجينات ما بين الرجل والمرأة وهذه دراسة جديدة حكت عنها الموضوع هذا أنه بتلعب دور. وبنجي من موضوع الهابتس اللي الحياة اليومية أو العادات الاجتماعية يعني عدة عناصر. نعم صحيح. هلا بالنسبة لموضوع الهرمونات وهو الإشي المثبت والأكثر أهمية أنه موضوع الاستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي هو هرمون حماية هرمون واقي للأنثى. طيب حماية من إيش؟ لقينا أنه أول إشي يعتبر حماية من أمراض القلب اللي هي أكثر الأسباب شيوعاً للموت عند الرجال. بيعمل حماية طبعاً أنه بعدم الضرر بيعمل حماية للشرايين الداخلية بيعمل حماية من تصلب الشرايين. بعدين لقوا أنه بيعمل حماية من أمراض الضغط لأنه يعتبر واحد من موسعات الشرايين وبالتالي مرض الضغط هو من الأمراض الأكثر شيوعاً التي تؤدي لأمراض القلب وأمراض الجلطات عند الرجال فيعتبر حماية أخرى منهم. وجدوا مرة أخرى أنه هرمون الاستروجين عبارة عن أنتي أوكسيدنت اللي هي من مضادات الأكسدة اللي بتحمي برضو من تلف الخلايا من الهرم تاع الخلايا والكبر تاع الخلايا. حلو. وبالتالي بيكون راح تلاقي أنه بالضبط الكبر أو الهرم عند الرجال أسرع من عند المرأة. طب الحمد لله هذا شيء ممتاز. إضافة لأنه هرمون التستوستيرون عند الرجال رأوا أنه بيعلي الإصابة بعدة أنواع من الأمراض أو السرطانات مثل سرطان البروستاتا اللي هو أكثر شيوعاً عند الرجال من ضمنهم. فمن ناحية عامل هرموني هذا الفترة خلينا نحكي هرمون ما قبل سن الطمث إحنا بنحكي فترة هرمون الاستروجين فهو عبارة عن فترة حماية للمرأة. طيب. فهي فعليا تعتبر تلحق الرجل بالنسبة للعوامل الأخرى ما بعد سن الطمث منصير. هذا موضوع من أي هذا شيء آخر. طيب قبل ما نوصل لهذه المرحلة دكتور أسامة يعني واحدة من المميزات لدى المرأة الاهتمام بالتفاصيل والرجل يكره هذا الشيء. الاهتمام بالتفاصيل هل هذا يؤدي لأن المرأة تهتم بصحتها أكثر يعني أي شيء يحصل لها تذهب إلى الطبيب تسارع أنها تكتشف الأمراض بتعالج نفسها لو في مشكلة والرجال غالبا مساكين أنه يطنشوا إذا حصل لهم عرض مرضي أو شيء هل هذا صحيح؟ الرجال طبعا يتقمصوا شخصية اجتماعية قد تكون يعني مفصلة خصيصا لهم من ضمنها أنه يجب أن لا يعاني أو على الأقل لا يعاني أمام الآخرين. مزبوط. وهذا جزء من الضغوطات المجتمعية اللي مع الأسف تورث لنا من الأجداد إلى الأب. بينما المرأة بحكم فهمها لنفسها وبحكم التربية المجتمعية لها فهي أكثر حرص على الحفاظ على نفسها كنوع من الوقاية الذاتية. فهي تنتبه على اختلافات لون الجلد تنتبه على الوزن تنتبه على تفاصيل صحية ربما تكون منذرات مبكرة لأمراض والدكتور أكثر مزبوط. خبرة مني بهذه الأشياء منذرات لهذه الأمراض قبل أصلا ما تظهر الأمراض. لذلك هي حريصة أن تحافظ على وزنها تحافظ على بشرتها تحافظ على صحتها تأخذ كمية الفيتامينات يكون عندها كمية من النظارة حتى وإن أهملت في أشياء ثانية لكنها في نفس الوقت هي واعية أن وجودها في الأسرة يجب أن يكون فعال جدا. طيب.
فهي من جهة أخرى حريصة أن تكون صحتها كويسة حتى تخدم الأسرة. ممتاز. طيب دكتور محمد، ذكرت أنه الهرمونات تلعب بشكل رئيسي في أنه إطالة عمر المرأة، وذكرت الأسباب، ماذا عندما تختفي هذه الهرمونات، ما الذي يحدث؟ هلأ مجرد اختفاء بنحكي عن المميزات اللي كنا إحنا نتحدث عنها، فعليا راح نخسرها. يعني بصير عندنا قابلية لموضوع تطورات أمراض القلب أو موضوع عملية حتى من ناحية نفسية. دير بالك الهرمون الأنثوي بنزوله ما بعد سن الطمث بيروح بيؤدي لتغييرات نفسية وتغييرات حتى في الهرمونات اللي تتعلق، خلينا نحكي بالنواقل العصبية، وبالتالي راح تلاقي انه فرصة الإصابة بالاكتئاب، فرصة الإصابة بالتوتر، فرصة الإصابة بمعظم هاي الأمراض ما بعد سن الطمث أعلى من ما هي قبل. فهذه برضو من العوامل اللي راح تأثر على موضوع الصحة لأنها تلعب دور أو في نحو توافق. موضوع تاني طبعا، عشان هيك حتى وجدوا انه في ناس بنصحوا ياخذوا علاج احنا بنسميه هرمون ريبليسمنت ثيرابي، وبيعطوا جزء من الهرمونات هاي ما بعد السن هذا للحفاظ على عده اشياء من ضمنهم صحيا من ضمنهم نفسيا وغيره. طيب يعني المهم في نتفق في الاخير، يعني نكد النساء ليس هو المؤثر في اطاله عمر الرجال او نقصانه، عشان تبقى هذه لازم دائما طول العمر. اشكرك جدا استشاري النفسي الدكتور اسامه النعيمي، وايضا ضيفي في الاستوديو أخصائي الطب العام الدكتور محمد الأيوبي. شكرا لكم. إلى ملفنا الأخير، المسلسل المصري عمر أفندي، دراما تدور بين عالمين، نوستالجيا الأربعينات وتوتر وقسوة الحاضر. البطل علي تهامي يعيش حياة مزدوجة وبشخصيتين مختلفتين، شخصية لا تشعر بالانتماء في الحاضر وأخرى تجد الأمان والحب في الماضي. المسلسل حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه، ويبدو أن هناك خطط لبدء تحضيرات لموسم جديد من العمل. من القاهرة زميلة سمر باشات، ومزيد من التفاصيل عن عمر أفندي. إيه الناس الحلوة دي؟ عودة إلى أربعينات القرن الماضي، لعل هذا هو أكثر ما جذب الجمهور لمسلسل عمر أفندي الذي حظي بتفاعل كبير على السوشيال ميديا منذ أولى حلقاته، وتصدر ترند في الحلقة الأخيرة. الحمد لله على السلامة يا بطل. وانا فين؟ انت هنا. هنا فين يا بني ادم؟ واحنا هنا في سنه كام؟ احنا سنه 43. مسلسل ينتقل فيه البطل بين زمنين من خلال سرداب في منزل والده. وبعدين دخلت قعدت اقلب في حاجته ولقيت صور قديمه كان هو فيها، معرفش ازاي. بعدين انا بالنسبه لي اوكي ورا الفتحه، انت ايه؟ وفي إطار من البساطة والرومانسية والكوميديا أيضاً، تتوالى سلسلة من المواقف المشوقة والمفارقات الطريفة أبرزت اختلاف العصرين. نايمهم وناخد ورق اللي نصيبكم. اللبس، الموضة ساعتها كانت حاجات كتير قوي، الحياة عامة. فأصبح الشباب يتداولون على صفحاتهم مصطلحات الأربعينيات والتي بالتأكيد لم يسمعوا عنها من قبل، مثل زفة الإنجليزي في العشة وحاجة 13 خالص. يبقى أنت كده بقى عايز تزف زفة الإنجليزي في العشة، امسكوه. النقاد أرجعوا اهتمام الجمهور بالمسلسل لعدة عناصر فنية، من الكتابة والتمثيل والإخراج، وأيضا إلى حالة النوستالجيا أو الحنين التي خلقها المسلسل في وجدان الناس. وزمن الأربعينات طلع حلو، وشفنا أحداث كتير قوي حلوة، حاجات مش موجودة دلوقتي. فكرة كويسة للأجيال إن هم يقدروا يعرفوا الربط بين الزمن اللي موجود دلوقتي والزمن القديم. والآن مع نجمة الاستعراض الأولى الفنانة جيجي. حنين إلى الإيقاع الهادئ والملابس الأنيقة والشوارع الخالية من الزحام. تجلى هذا الشعور في التعليقات على أحد المشاهد التي وصف فيها عمر أو علي بطل العمل كيف أصبح شكل الناس في زماننا هذا. الناس عندك شكلها عامل إزاي؟ مضغوطين، حس إن هم مطلوب منهم يحققوا حاجات محدش فرضها عليهم. مسلسل اجتماعي في إطار الفانتازيا، ولكنه بلا شك لمس شيئاً ما في قلوب المشاهدين. سمر بشات لصباح العربية من القاهرة. جميل جدا، نرحب من القاهرة بمنتج مسلسل عمر أفندي الأستاذ إيهاب منير. يسعد صباحك أستاذ إيهاب، وأهنيكم على هذا النجاح.
للمسلسل اللي بالفعل لاقى مشاهدات عالية جدا. خليني أسألك عن سر الخلطة، يعني دراما تراجيديا وكوميديا والقليل من المغامرة في نفس الوقت، وفوق كذا ضربته على الوتر الحساس الماضي وجمال هذا الماضي بكل ما فيه. هل هو هذا نجاح أو سر الخلطة لنجاح هذا المسلسل؟ هو الأول صباح الخير ومتشكر جدا للافتتاحية اللطيفة دي. هو عمر أفندي لما بدأ كفكرة يعني هو عامة سر الخلطة هي تعاون كل الأطراف مع بعض، هي ده سر الخلطة، إن كلنا اشتغلنا مع بعض كويس قوي، من أول الكاتب المخرج الستاف العمل الناس اللي ورا الكاميرا، احنا عملنا تيم ورك كويس قوي مع بعضينا. طبعا في النص كان بيحصل تعارض في آرائنا بيننا وبين بعض، لكن الحلو اللي في الموضوع دايما كان ان احنا بنوصل لقناعة واحدة وكلنا كنا مصدقين قوي في اللي احنا بنعمله، فالحمد لله طلع بالشكل اللي حضرتك شفتيه. هذا هو بالفعل سر النجاح. ولكن الغريب في الموضوع انه الجيل الجديد برضه بيثني على العمل وكانهم مستغربين انه يا الله قديش الحياه كانت حلوه في الاربعينات، قديش وريتونا كيف مصر كانت حلوه، يعني وخصوصا انكم جبتوا بعض الكلمات او الجمل والاحداث اللي حصلت زي لوحه زهره الخشخاش وغيره من الكلمات اللي كانت دارجه ذاك الوقت، يعني حسوا انه يا ريت ننتمي إلى هذاك الزمن الجميل بكل ما فيه. ويمكن هذا هو السؤال الأصعب، إنه كيف قدرتوا حتى الجيل الجديد إنه تاخذوا انتباهه ويجذبهم هذا العمل؟ هقول لحضرتك حاجة. زمان كنا كلنا وإحنا صغيرين بيبقى عندنا حكايات جده أو حكايات تيتا عن الماضي. مظبوط. كلنا وإحنا صغيرين كان بيجذبنا قوي الموضوع ده، وبنتخيل صورة معينة وبنتخيل أحداث معينة. لما كبرنا شوية، أنا خريج كلية اقتصاد وعلوم سياسية، اكتشفنا في الكلية حاجات كانت لطيفة قوي، منها مثلا إن إحنا الكود بتاع مصر يعني هو 002 بعد أمريكا اللي هي كانت 001، فده معناه ان كان كل التكنولوجي في العصر ده بتنتقل بسرعه جدا لمصر، فبالتالي اكيد مصر كانت حلوه قوي. فهنتخيل الموضوع عامل ازاي. فتخيلنا الشكل، وطبعا كان في المرحله دي مهندس الديكور معانا كان بيتخيل، جبنا مراجع كتير جدا، عمل ريفرنسز لحاجات كتير جدا، وفعلا كانت الصوره حلوه قوي او المراجع كانت حلوه قوي وغنيه جدا، حاولنا ننقلها على الواقع، ويمكن ده اللي عمل حاله الحنينيه ان احنا حاولنا نطلع القديم او العصر القديم انريل دلوقتي. ده حاجه كان ليها اهداف اخرى، ان احنا زي ما كنا كده احنا قادرين احنا نوصل لكده تاني، بس محتاجين، وهو ده المسج اللي حبينا نوصله، الفرق بين الناس زمان والناس دلوقتي. الناس دلوقتي مطلوب منها حاجات ما حدش طلبها منها، فضغوطات الحياه. وده كان حوار كمان دار زمان بيني وبين والدي الله يرحمه، كان قال لي هو مين فينا سعيد اكتر؟ احنا في حياتنا ما كانش عندنا الحاجات اللي عندكم، بس في نفس الوقت كنا عارفين نعيش مع بعض حياه اجتماعيه انتم مش قادرين تعيشوها مع بعض دلوقتي. فده اللي اثار الموضوع قوي في دماغي، لما حتى استاذ مصطفى الكاتب جاب القصه فكرني بذكريات كتير قوي، ذكريات جده وذكريات حواراتي مع بابايا الله يرحمه، الله يرحمه جميعا يعني. فكان الموضوع فيه حنينيه قوي، وده اللي احنا استشعرنا انه هينتقل للناس وحاولنا ننقله للناس، والحمد لله يعني هذا اللي حصل. يعني بس على السريع، يعني هذا التنقل من ميد الحاضر بكل ما فيه والاربعينات بكل ما فيها، هل هذا شكل تحدي في صناعه هذا المسلسل؟ بصي حضرتك، هو الميزه الوحيده، الميزه المختلفه عننا، الانتقال عبر الزمن جه في اعمال كتير على فكره قبل كده، لكن كان دايما ان البطل او البطله بينتقلوا لمرحله زمنيه اخرى وبيظلوا فيها طوال العمل ويرجعوا تاني في الاخر او يروحوا على حته تانية. يعني الاختلاف اللي عندنا ان احنا حاولنا نمزج بين المجتمعين او بين الزمانين، فهنا طلعت الفانتازيا او طلعت الكوميديا. نعم. اختلاف العصرين، اختلاف المفاهيم، اختلاف الكونسبت، هو ده اللي خلق نوع الكوميديا اللطيفه اللي الناس حبتها قوي. نعم. على السريع، الناس بيقولوا انه بعض القصص تركت مفتوحه وبعض الحكايات مفتوحه، هل هذا باب لوجود جزء ثاني لمسلسل عمر افندي؟ اكيد احنا بنفكر في جزء ثاني دلوقتي،
ولكن لو الجزء الثاني ما كانش على قوة الجزء الأول أو أكثر قوة يبقى مش هنعمل ده. لكن احنا دلوقتي طبعا بنحاول نحضر لده، لكن لازم الورق يطلع كويس قوي، لأن زي ما قلت العنصر الأساسي أو الأهم في الموضوع كله هو الورق القوي. أكيد. فلازم الورق يبقى كويس يتجهز. احنا دلوقتي بنحاول نعمل حاجة كويسة. أكيد حيطلع لو ربنا كتب الخير وقررنا. كل التوفيق لكم وأكيد في انتظار الأفضل دائما. أشكرك لوجودك معنا منتج مسلسل عمر أفندي إيهاب منير. مشاهدين انتهت حلقتنا.